الإسلامية. فالمدنية تشمل الثقافة الإسلامية، ومن أسباب اختيار الدولة المدنية أيضا التي وضعت أن تحاول أن توجد وسائل جديدة لتطبيق الأحكام الشرعية، يعني الأحكام الشرعية الإسلامية. من أسباب اختيار الدولة المدنية أن تكون لأنها تعتمد على الديمقراطية. أحد يحب أن يوضح للموجودين مزيد من التبريرات ويدافع عن وجهة نظر مقابل وجهة نظر أخرى من الأخوة الكرام؟ سأعطي مجال لمدة 10 دقائق تقريبا للحوار من الأخوة، ممكن أعقب بعض التعقيبات حتى لا يكون حتى يكون الحوار في شيء كعموم إنه غالبية هو إسلام. نعم. طبعا مع احترام بقية الطوائف، يعني نحن نقول عندنا المرجعية الأساسية هو الدين الإسلامي، هاي الغطاء الأساسي تحته بقية الطوائف. أتوقع بالخلافات الإسلامية كان كل واحد يتعامل على حسب دينه وحسب معتقداته وحسب أديانه. الخلافة الإسلامية سابقا يعني؟ بالنسبة للتعامل بالقانون اللي احنا عندنا كان. نعم. إنه أنا بطبيعة اختصاصي إنه هو دين غير الأديان الأخرى، بس هو يعني ما في حياته ما ظن حدا. مظبوط. حتى الجزية لما كان حتى الجزية لما كان ما يفرضها هي ما لها جزية، يعني كانت صعبة. نعم. وإذا بنرجع للزمن لورا يعني كانت دائما جزية بأغلب الأوقات كانت الحكام هي تدفع عن العالم. نعم. يعني أنا علي بفلان، أنا علي بفلان، أنا علي بفلان. ضل نسبة كتير قليلة. الآن سوريا غير مؤهلة إنه تنادي بالدولة الإسلامية. لما نقوم بالدولة بسوريا بتكوين منظمات مجتمع مدني، تعريف الناس بدينهم أكثر، تعريف الناس شو هو الإسلام، شو مكونات الإسلام، شو ركائز الإسلام، عشان تنادي بالدولة الإسلامية، فأنا وقتها أنا بنادي بالدولة الإسلامية. حاليا بنسميه ثقافة الشعار الإسلامي، وبرأيهم هذا الإقبال سريع، هاي الطريقة ليست هي الطريقة التي يمكن أن نبني عليها مجتمع يقول أنني مجتمع إسلامي وأستطيع أن أدافع عن الدولة الإسلامية. هذه ليست هي الطريقة التي يمكن أن نقرر الآن نحن جاهزين لتبني شعار أو تبني فكرة دولة إسلامية. هاي فكرة الأخ كما طرح، هذا إقبال على شعارات، إقبال على شعارات، ولكن الشعب والشباب السوري لما طلع يعني طلع بفكرة عظيمة هي ثورة. الثورة ما بتجي عن عبس، يعني مستحيل يجي هذا الأمر عن عبس. يعني أكيد كان في شيء يعني قاعدة أرضية خلت هذا الإنسان حتى يتحرك. أمر بحاجة دولة إسلامية، عندما تعلن إسلاميتها كدولة هكذا يقولون، فهي ليس معنى ذلك أن الأحزاب الإسلامية تحكم وغيرها ليس له حق. يقول إنه الدولة الإسلامية يحكمها المجتمع ما يفرز منه. اللي عم نشوفه حاليا في تبني الشعارات ورافع الراية السوداء، انا بسميها عاطفة مبنية على ارضية فارغة، انه الناس هي هبت هبة مع الثورة، ونفس الثورة ولدت شعور ديني واللجوء لرب العالمين زيادة، فهذا ولد عاطفة اسلامية. لكن انه في نفس الناس عندهم فراغ ديني او فراغ من الوعي الاسلامي، هذا ممكن يسوي لنا مشكلة بعد هيك في حال إقامة الدولة الإسلامية. نعم. من الطرف الثاني إنه الإسلاميين السياسيين هل هم أصلاً قادرين على إقامة الدولة الإسلامية؟ هل هم نفسهم كفؤ لاستلام الحكم وإقامة الدولة الإسلامية على وجه الأرض؟ إدارة القضاء والأحكام أو معاملات بين الأشخاص. إحنا نقول لك دولة مدنية ودولة إسلامية حقيقة، يعني خلينا نسميه العلمانيين العرب والليبراليين العرب، هن خلينا نسميه كلهم متطرفين كمان، يعني بيخوفونا بهالمصطلحات. هذا مصطلح غربي، معناته إذا ألمانيا عم نادي فيه معناته هذا ضد الإسلام ضد المسلمين، هيك العوصية حاليا. هو حقيقة أنا برأيي إنه الدولة المدنية هي دولة إسلامية بأي طريقة، طريقة إنه إدارة الدولة إحنا منتخب شخص مثلا، إذا كان كل إنسان وهي علمانية ولازم الغرب يوافق عليه غصبا عنه، لأنه نحن نعرف العلمانية أكثر منه. إذا قلنا إنه العلمانية مصطلح غربي إذا وافقنا على ذلك، فيعني علينا من المهمات المطلوبة إنه نميز الخريطة الموجودة ونضع حدود لهذه. رسول الله، رسول الله، لا يرضيك هذا الحال للعرب، ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب، ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب، بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية المجد. من الأزمات يغمرني شعور أنني السبب، فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسبه
محمدنا رسوم صاغها وتجملي بالصبر وترقى بالثوار لا بد ما ترجعي مهما الزمن دوار لو كل شعب حنى أو صار مهما صار أصل تاريخي من المملكة الأشورية فالشورية سورية هيك يعني أصل تاريخي من المملكة الأشورية بس كلمة المسمى العربي لها كانت بلاد الشام بلاد الشام في لها تفسيرين يعني عند العرب ايش اللي يعطوني واحد من التفسيرين يعني ايش اتولنا فيما توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالي اللهم إنا ندعوك بقلوب مؤمنة اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا يا الله اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم فرج همهم وفك اللهم استر عوراتهم وامن روعاتهم اللهم انتقم من ظالميهم يا الله اللهم عليك ببشار الاسد اللهم عليك ببشار الاسد ومعواه وعرضه من لنا يا الله من لنا يا الله من لنا غيرك يا الله إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهم علينا يا الله أم إلى غريب ملكته أمرنا يا الله.